قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لمحمد عبده ونتعرف منه على آخر أخبار الطقس وكمان المرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك محمد. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد. صباح النور. نروح معاكم ومع مشاهدينا نتابع كده أخبار المرور والطقس، والبداية مع أحوال المرور. هنبدأ مع حضراتكم من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية الوقت الحالي، مكملة معانا لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي هناك أيضا كثافات نسبية. لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي برضو سيولة مرورية مكملة معانا لحد طريق العروبة. بيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. الكورنيش مع حضراتكم من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى القصر العيني في كثافات مرورية، كمان بمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن مختلفة من مدينة نصر. في الإشارات والميادين طبعا في بعض الكثافات المرورية المتوسطة في ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. نروح مع حضراتكم لمحافظة الجيزة، هنلاقي أن الشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، شارع الهبرم كمان بيشهد كثافات مختلفة، الشارع الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ كبير في حركة السيارات بدأت تظهر في بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين لحد الطلبية المتجه كمان لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور في كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر هيكون في سيولة مرورية. نروح لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، بتظهر دلوقتي كثافات مرتفعة من اللي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، بتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لمحور عرابي. كمان الكوبري عباس والجامعة وكوبري الجيزة المعدني بتظهر فيه كثافات متوسطة بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، بيشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى حي المهندسين، وكثافات كمان بمحيط كوبري عرابي بسبب بعض الإصلاحات هناك. ناخد بالنا أن الطريق الدائري للقادم من المنيب في عملية غلق بداية من يوم الجمعة النهاردة إن شاء الله واللي فاتت، وفي كمان تحويلات مرورية اتعملت للمتجه للمريوطية والمتجه كمان للطريق السياحي. ناخد بالنا كويس المنطقة دي تحديدا فيها بعض الإغلاقات عشان الإصلاحات المستمرة فيها. نروح مع حضراتكم لمحافظة أسيوط، قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة معانا لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر مكملة معانا لحد شارع المعلمين وبتقل تدريجيا لحد الطريق الدائري في المحافظة. في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. من محافظة أسيوط للإسماعيلية، ولو بدأنا مع حضراتكم الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي كمان بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. خلونا نستعرض مع حضراتكم كده في جولة سريعة أحوال الطقس النهاردة إن شاء الله. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل، في الصباح الباكر كمان حار نهارا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 32 درجة، وأقل درجة في محافظة مطروح 28 درجة، أسوان العظمى فيها 38. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.